هناك إعلان أردت أن أقف معه وقفة. هذا الإعلان يخص تلاميذ أو التحاق التلاميذ بالمدارس القرآنية، لأننا نرى نوع من التأخر، نوع من التقاعس، نوع من عدم الاهتمام طرف الأولياء بالتحاق التلاميذ بالمدرسة القرآنية. نحن رمضان مدة دوموا علينا القرآن قروا، ولكن كثير من الأولاد غايبين عن المدرسة القرآنية، وهذا إن دل فإنما يدل على عدم الاهتمام بهذا الأمر. هذا راح يقولها صريح، منش مهتمين بالقرآن، منش مهتمين بالحفظ ولادنا القرآن، منش مهتمين بأن رب ولادنا تربية دينية. ونديروا مقارنة بين الاهتمام بالمدارس النظامية والعلم الدنيوي والمدارس القرآنية والعلم الشرعي وحفظ القرآن، ما نلقاوش اهتمام. حتى هذه العقلية ربينا لولادنا، العقلية ربينا للأولاد تاعنا. نعطيكم مثال، احنا في الصيف مثلا كنا دايرين ورشة تاع تحفيظ القرآن، نبداو على 8. كثير من الأولاد يجوا على 8:30، تسعة قبل الربع، تسعة يقدر هو يروح ليكول على 8:30، تسعة قبل الربع، تسعة يقدر، ما يقدرش ما يقدرش. تقعد مهتم بيه وتقول له روح وتقعد توصل فيه ليكول مهتم بيه، بينما المدارس القرآنية ماهوش مهتمين بيه. كي تقول له كاين نسقسي على واحد منهم نقول له علاه طولت ما جيت، يقول لي كنت رابط ما عوضونيش، علاه في وقت ليكول، علاه ما تخلوش رابط. يا جماعة رانا مش مهتمين بالقرآن، رغم أن السعادة تاعنا والنجاة تاعنا والفوز تاعنا والرفعة تاعنا وعز الأمة في القرآن. في القرآن ربي قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ليدور حتى على عز الدنيا يلقى في القرآن. نعطيكم مثال، ثبت في قصة وضمن هذه القصة حديث صحيح رواه مسلم، أن عمر الخطاب رضي الله عنه كان قد استعمل على مكة رجل يقال له نافع ابن عبد الحارث، فلما التقى به عمر الخطاب رضي الله عنه فقال له من تركت على أهل الوادي، معنى هناك تركته في بلاصك معنى النائب عليك على أهل الوادي على أهل مكة، قال له تركت رجل يقال له ابن أبزة. قال له ومن هذا ابن أبزة؟ قال له هذا مولى من موالينا. قال هذا مولى، بل تعجب عمر الخطاب وقال له كيف تترك مولى من الموالي، تترك والي على الناس في مكة؟ فقال له إنه يحفظ كتاب الله. فماذا قال عمر الخطاب؟ قال إن الله عز وجل يرفع بهذا القرآن وبهذا الكتاب أقوام ويرع به آخرين. وقال أحد السلف من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. نراكم تشوفوا هذوم دائما اللي يجوا الاولين في شهادة البكالوريا ولا في شهادة التعليم الأساسي، كثير منهم حافظين القرآن، ولا بصح كثير منهم يحفظون كتاب الله. ما تظنش بلي القرآن هو اللي راح يشغل ابنك عن العلم الدنيوي، حتى رأينا بعض الآباء يهتم بالدروس الخصوصية على حساب المدرسة القرآنية. كي تقول تفرع لك شتجي بيقول لك عندي دروس خصوصية، يا دروس خصوصية أنا ما عندناش اهتمام بالقرآن. كي تقول الطفل أنا ماكش تجي يقول لي راني مشارك في الأندية الرياضية، يدخلهم في الأندية الرياضية ويديروا لهم دروس خصوصية ولا اعتبار للمدرسة القرآنية. كاش اهتمام بالمدرسة القرآنية حتى في الصيف ماكش تجي فيه. أغلب الناس عندهم نية مش نية سليمة، مش جاي ابنه باه يحفظ القرآن، باه يتعلم تعاليم الدين، كيفاش يدي فائدة، خاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن وابتعد الناس عن الدين وضاع الشباب. إذا ما تعلمش ابنك
العقيدة والقرآن والأخلاق في المسجد، وين يتعلم؟ يتعلمها في الشارع. وين يتعلم؟ في المدرسة الروحانية بين التربية الإسلامية حصة على ساعتين. تلقى يقول لك أنا دخل ابني في المدرسة القرآنية قبل ما يضيع ليش؟ في الصيف قبل ما يضيع ليش؟ يكثر له الفلاء قبل ما يضيع ليش؟ قبل ما يضيع لك شيء. معناها كاين يقول لك باه نفك منه يعيمه في الدار باه نفك منه نبدي في المدرسة القرآنية اللي هي هذه النيات بدوها يا جماعة، بدوا هذه النيات، اهتموا بالقرآن. اهتموا ولادكم، علموهم القرآن، علموهم الأخلاق، علموهم الدين. ماذا بينا نهتم بهذا الجانب؟ رانا مضيعين هذا الجانب، مانيش مهتمين به. مانيش مهتمين به. علاه؟ شنو السبب؟ السبب لأننا متعلقين بالدنيا. ماذا بينا بني يقرا في ليكون ويقعد في المستقبل، احنا نشوفوا قاف المستقبل الدنيوي. احنا في قرارة أنفسنا، رانا عارفين بلي الدنيا ثانية. ويجي نهار يموت الواحد وسعادة الإنسان ومستقبل تاعو الحقيقي هو الآخرة. قال أنا بني معناه قاعد ما يقراش على العلم الدنيوي هذا ويخرج متخلى ومدين ويحفظ شوي قرآن ويصلي صلاة في الجامعة، الدنيا ما فيه. رجل صالح ولد صالح، هذا هو ولد صالح. نحن لا نزهد في العلوم الدنيويه، ولكن علينا ان نهتم بديننا. مصدر ديننا الاول هو القران. ربي قال وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. رانا هاجرين القران، لا مش مهتمين به. ماذا بينا نهتم بهذا الجانب؟ بارك الله فيك. حتى معلم القران ماذا بينا نهتم بهذا الجانب؟ خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ماذا به إنسان يعيش ينتظر شهرية وينتظر ندير له منحة؟ ماذا به إنسان يسدي في الحاجة لوجه الله، أخدم حاجة لوجه قري شوي قرآن، قري بعض الأولاد حفظوا شوي قرآن، والله أجر ثواب كبير. نهضر اللي أعطاه ربي مثلا قرآن حافظ القرآن، ماذا به ما يحبش يكون من تعلم القرآن وعلمه. ماذا بنا ثاني معلم القرآن ولا متطوعين في هذا الباب؟ ماذا بنا يهتموا بهذا الأمر؟ بارك الله فيهم، ربي يجازيهم. ربي يجازيهم على الجهد يبذلوه ويبذلوا فيه، صح. ماذا بنا استمرارية وثبات وصبر، وإن شاء الله تلقى أجر عند ربي سبحانه. هذه كلمة أردت أن أذكر بها جميعا في هذا الباب، نكتفي بها.